السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة ضغطت الزغاليل من عمر مثلا 5 أيام حتى الفطام بأرخص وأقل تكلفة. هنشوف كنا عملناها قبل كده بعلف الدواجن، بعلف التسمين. في ناس كتير ما كانتش حابه الموضوع ده ان هو يعمل بعلف التسمين، قال لو احنا هنربي. انا هقول لحضرتك على حاجه تانية، ما هيش علف تسمين ولا حاجه، ده دور الاصفر ناعم جدا اللي هو المجروش انعم حاجه. طبعا عشان نستخدمه بالزغاطه اللي هي السرنجه بتاعتنا دي لازم نعمله في المصفى زي دي اهو، سهل جدا. هنعمل اهو، نعمله كده، نهزه وناخد الناعم اللي فيه ونشيل الخشن علشان يمشي في الزغاط اهو. ما مشاش معانا نعمله كده، المهم ايه ننخله اهو زي ما حضرتك شايف بيتنخل اهو. خد الناعم اللي فيه، هتاخد الناعم بس، وبعد كده هقول لحضرتك نعمل ايه، ننخله بقيته كمية ونرجع لكم. طيب بعد ما نخلنا الذرة الناعم بقى دي زي ما حضراتكم شايفين كده، دي ذرة عندنا مثلا كوباية اهو، ده يعتبر دي ذرة. او لو حضرتك لقيت دي الذرة ما فيش مشكلة هاته جاهز، لكن هو موجود في اللي انت بتشتريه. الذرة انعم حاجة بتتباع عند بتاع الفراخ، انعم ذرة بيتباع عند بتاع الفراخ. عندنا كوباية اهوت، نحط عليها برضو كوبايتين مية زي ما احنا عارفين، يعني الكوباية زي ما كنا بنعمل بالظبط في بتاعت في العلف بتاع الفراخ اهو. كوبايتين مية على كوباية دي الذرة ده، تمام اهو. هنضيف عليها اضافة كده بس بسيطة عشان تدي لها يعني نزود قيمتها الغذائية. عندنا كيس اللبن ده، كيس اللبن ده بتباع عند اي حد ب3 جنيه، انا شاريه ب3 جنيه، يعني ربما يختلف عند حد تاني. الكيس ده ب3 جنيه، حجمه صغير، ده اصغر حاجة. طيب هو مكتوب عليه السعر كمان، هنفتح كده، نحط معلقة على الكمية دي، في كل مرة نحط معلقة منه، تمام. نحط معلقة من كيس اللبن ده، سيبه عندنا اهو، حط معلقة مليانة كده اهو، تمام. حطها زائد اللي هو الجروفيت اللي قلنا عليه كنا بنحط منه كل مرة على الكوباية، وعلى نفس اللي عملناه برضو في وصفة الزغاطة قبل كده اللي هنسيبها لكم في صندوق الوصف اللي هي باستخدام السرنجة دي اهو. نقطتين ما نكترش لان هو سميك وتمنه غالي، وهو النقطتين احسن من ازازة من الانواع التانية. جروفيت بلس برضو سيبه لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. طيب نقلب الكمية دي، تمام اهو، ونبدأ نضغط. بقت خفيفة جدا اهو، هي طبعا خفيفة، ما حد هيقول ايه هتضغطهم مية، لا هي المهم قيمتها الغذائية تنفع، عشان تنفع للأعمار الصغيرة كمان، ممكن تنفع في الأعمار الصغيرة اهو. شوف كمية صغيرة على قد هم أهاليهم مضغطينهم، أنا لسه شايلهم من تحت أهاليهم، لكن يعني ايه، لان انا هفطمهم هضغطهم على ايدي، مش هفطمهم يعني بمعنى الفطام، هضغطهم على ايدي علشان الحمام يبيض تاني، تمام اهو. بالطريقة دي شوف تاني عمر، كمان تاني عمر تانية، ده متزغطين ما شاء الله، لسه هم شبعانين. شوف حاجة كده جعانة، جيب دي اصغر حاجة في اللي انا خدتها
دي اصغر حاجة تعتبر اهو كده بالطريقة دي جميع الاعمار. بس هو انا بفضل في الاحجام الكبيرة لو هتذبح تعمل بزغاطة اللي هي باستخدام العلف، علف الفراخ، علف التسمين، لو هتذبح بيديك نتيجة يعني احجام كبيرة، زود الحجم جدا. هما طبعا شبعانين ملحقوش يجوعوا. بالطريقة دي نعمل كمية كبيرة جدا في وقت قليل جدا، يعني اهو ازاي يعني في وقت قليل جدا هتلاقيك عملت لو عندك 100 زغلول هتعملهم مش هقول لحضرتك يعني في ربع ساعة في تلت ساعة كده يعني. اهو الموضوع سهل جدا، اللي عايز على حسب انا بملاها على حسب ايه. لو جعان قوي زغلول كبير بياخد دي، هي دي 60 سنتي، السرنجة دي 60 سنتي، تمنها 6 جنيه زي ما قلنا الستين سنتي، وفي بخمسة جنيه الخمسين سنتي. تمام اهو دول علشان هنعزلهم عن اهاليهم علشان الحمام يبيض تاني اهو. تمام زي ما حضراتكم شايفين الكمية دي ما شاء الله كمية الزغاليل اللي هنفطمها، علشان اللي بيقول الحمام مريح في الشتاء وعازلين الذكور عنه ذكر عن النتاية علشان يريحوا الحمام، لا اهو الحمام ما شاء الله شغال. انا بشيل دول كمان عشان نلحق الموسم يبيض تاني، افضل ايام الانتاج الايام دي اهو ان شاء الله يا رب تكون واضح. كمية اهو طيب كده نكتفي بكده. الزغاطة كلكم عرفتم الطريقة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.